دن 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 في الحلقة القادمة في الحلقة الماضية كانت الخالة جالسة مع العائلة، وعندما حان وقت النوم قام الجميع لينام، ولكن في منتصف الليل سمعوا صوت الذئب ثم أكملوا نومهم. في الصباح التالي لم يرن المنبه الغريب. حسنا، إن الوقت باكر جدا، سألبس ملابس ثم أفعل شيئا ما، أطأه شيئا. حسنا، هيا الآن لننزل. إن زوجي ما زال نائما، لا بأس، فأتركه نائما. أفتح الشباك وأشغل التلفاز وأبدأ بإعداد الفطور. لا بأس، يبدو أن الجميع رجع، لذلك فأجلس هنا. حسنا، يا ويلي ما هذا؟ لقد نسيت أني نائم في غرفة الجون. حسنا، وسوف أصدق أبدأ ملابسي. يا ويلي، ماذا ألبس؟ ماذا ألبس؟ من ألبس هذه. حسنا، حسنا، هذا جيد لكي ألتقي اليوم بأهل القرية. صباح الخير عزيزتي. أهلا عزيز، صباح الخير. حسنا، سوف ألتقي اليوم بأهل القرية، سوف أذهب لكي أكل شيئا ما. حسنا عزيزي، إن الخبز هذا لذيذ جدا، سوف أخبرها بأن تحضر المزيد منه، فهو سوف ينتهي. ما ألذة. حسنا عزيزتي، سوف أذهب ولكن أنقذيهم. حسنا حسنا عزيزي، البس ملابس. جون، مايكل، هيا استيقظا، خالتكما أنقذتكما اليوم. هيا جون، مايكل، هيا. مايكل، من مايكل؟ من مايكل؟ إنه ابن جيرانهم. حسنا، إيمي وجون، لقد نسيت كليا. حسنا، الحمد لله أنهما لم يسمعني. إيمي وجون، إيمي وجون، هيا. ما هذا؟ هيا، هيا هيا، انزلا وبدلا ملابسكما. هيا، حاضر حاضر. الليلة باردة يا إيمي، لذلك البس ملابس الشتاء. حسنا حسنا. وأنت يا جون، ماذا تلبس؟ ماذا تلبس لتلبس ملابس أيضا باردة؟ حسنا، حاضر. هذه الملابس ليست باردة كثيرا، ولكن لا بأس. هيا انزلا. صباح الخير أمي، هل توقف الذئب؟ أي ذئب؟ أنت كنت نائما، نحن سمعنا صوت ذئب الليلة البارحة. ماذا؟ حقا أمي، هل هي تكذب؟ نعم عزيزي، هناك ذئب في القرية. لا تقلق لا تقلق، وفي مجتمع الرجال. حسنا يا رجال، هل منكم أحد منكم سمع صوت الذئب البارحة؟ نعم أنا، وأنا أيضا، وأنا 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 أيضا. ما هذا الصوت؟ لا أعرف صراحة، ولكن حسنا، يجب أن نذهب في رحلة للبحث عن هذا الذئب، فهو يهددنا بالخطر ويهدد أطفالنا وأخيهم. نعم أنا أوافقك الرأي. نعم، وأطفالي أيضا. نعم نعم، وأنا أيضا. نعم أنا أوافقك الرأي أيضا. حسنا جيد، لنقل لزوجاتنا بأن يحضروا لنا طعاما غدا لكي نذهب ونستكشف هذا الذئب لكي نقتله. حسنا، ولكن حسنا حسنا، فنقتله أو نأخذه إلى مكان بعيد. نعم، أبعد من هنا. قميصك مثل قميصي يا جاري. نعم نعم. حسنا اسمع، نأخذه مكان أبعد من هنا. حسنا حسنا، أنا موافق. أنا موافق، وأنا أيضا، وأنا أيضا.
حسنا نذهب. نعم إلى اللقاء. إلى اللقاء. صباح الخير. أهلا. صباح الخير. صباح الخير عزيزي. أبي صباح الخير. ماذا حدث بشأن الذئب؟ حسنا سوف نذهب غدا لكي نأخذه بعيدا. أنا شجاع سوف أذهب معكم. لا مكان للأولاد. بابا عزيزي إنك صغير جدا، عندما تكبر وتصبح شابا مثل أبيك وقتها سوف تصبح قويا ثم تستطيع الذهاب معه لقتل الذئب. أوه أنا فتاة لا أتحمل هذه المناظر. حسنا هل فطرتم؟ نعم فطرنا. وأين مشاريعنا اليوم؟ لا أعرف أين تريدون الذهاب. للسوق. 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 لا ليس للسوق. أنا أذهب معكم أينما ذهبتم. أو حسنا هيا نذهب نتمشى في الخارج. ياي خارج انظري ماذا هناك. انظري هذه النباتات التي عندنا. أو إنها جميلة يا صغيرتي. حسنا ماذا نفعل؟ وبعد التنزه لقد استمتعت كثيرا. وأنا أيضا. إنه متع فعلا. تفكيرهما مثل تفكير أيمي مثل تفكير جون، وجون تفكيره مثل تفكير أيمي، لكن يختلف قليلا لأنها هذه فتاة وهذا ولد. نعم حسنا عزيزتي جهزي لي الطعام لأننا سوف نذهب غدا في رحلة البحث عن الذئب. حسنا عزيزي. لقد بقينا للمساء وهذه فترة طويلة. نعم. هذا صوت الذئب. الحمد لله لم يكن في الخارج. هيا يا أطفال سوف تنامون اليوم عندنا لكي لا تخافوا. مرة أخرى. حسنا هيا بدلوا ملابسكم. حسنا وخالتكم سوف تنام معكم. ياي هيا يا أطفال هيا تصبحون على خير. حسنا هيا لنبدل ملابسنا عزيزي. اخرجوا قليلا. حسنا انت ايضا اخرج. واو حسنا ماذا ألبس؟ ماذا ألبس؟ ماذا ألبس؟ ماذا ألبس؟ عزيزتي انتهيت انتهيت. انت اخرجي. ماذا ألبس؟ ماذا ألبس؟ ماذا ألبس؟ وبجامتي مرة أخرى قلت لها أن تفرز الملابس. حسنا سوف أفرزها الآن. حسنا حسنا عزيزي انظر هنا ملابسي أنا وأختي وهنا ملابسك. حسنا هذا جيد عزيزتي. ترتيب جميل أختي. حسنا هيا الآن أين الأطفال؟ نحن هنا. هيا تصبحون على خير. أنت بخير. أنت بخير. وأنت بخير. هيا يا أطفال ناموا. Did it in?